كمسك الختام. عليكم أحيب بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلازلنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء الأخيار الأبرار الأطهار رضي الله عنهم وأرضاهم. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم أشرف من وطئ هذا الحصى بقدمين. ليت الكواكب تدنو مني فأنظمها عقود مدح، فما أرضى لكم كلمي. ولو أن أعضائي غدت ألسنا إذن ما بلغت في القول بعض مآربي. لو أن أعضاء الإنسان صارت كلها ألسن في مدح والثناء والذكر هؤلاء الأخيار، ما بلغ الإنسان شأوى مقالته أو شأوى كلامه في الثناء على هؤلاء. وهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم يكفيهم تزكية الملك سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. الله رب العالمين سبحانه وتعالى قد أثنى على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما موضع من كتابه المجيد، بل إن رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر سيما هؤلاء الصحابة في التوراة وفي الإنجيل. قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالله رب العالمين سبحانه وتعالى قد ذكر سيما هؤلاء الصحابة في التوراة وفي الإنجيل وفي الفرقان. واليوم إن شاء الله عز وجل لقاؤنا مع الصحابة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام خصهم بالبشارة بالجنة، لكن أنا لن أذكر العشرة المعروفون. يعني طبعا احنا عارفين ان في عشرة من الصحابة اللي هم العشرة المبشرين بالجنة، دول النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة. في صحابة تانيين النبي برضو عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة، بس مش من العشرة دول. طبعا احنا عارفين العشرة المبشرين بالجنة اللي هم مين؟ ابو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد،
أبو عبيدة وطلحة بن عبيد الله، تمام؟ أدي دول عشرة النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة. أنا سأذكر لك اليوم صحابة آخرون النبي برضو عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة. يبقى في صحابة النبي برضو عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة، بس مش من عشرة المعروفين دول. وهؤلاء الصحابة للأسف ربما الكثير منا لا يعرفهم، فضلا عن أن يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بشر هؤلاء بالجنة. وكل حديث التي سأذكرها إن شاء الله عز وجل كلها صحيحة، كلها صحيحة، وكما قلت فيها أمارة بالبشارة لهؤلاء بالجنة. على رأس هؤلاء الصحابي الجليل عبد الله ابن سلام. عبد الله بن سلام ده كان حبرا من أحبار اليهود. أسلم عبد الله بن سلام، تمام؟ حتى أنه لما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم جاء اليهود قال: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا. المهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: نعوذ بالله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: هو شرنا وابن شرنا، تمام؟ المهم سيدنا عبد الله بن سلام ده النبي عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة. ففي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال سعد: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر أحدا بالجنة، أو ما كنا نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أحدا بالجنة إلا لعبد الله بن سلام، فقد كان من أهل الجنة وهو ما زال حي يمشي على رجله في الدنيا. يبقى ده أول واحد اللي هو سيدنا عبد الله بن سلام. قال: وقد نزلت فيه قول الله عز وجل: وشهد شاهد من بني إسرائيل. تمام؟ يبقى ده أول واحد بشروا النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة اللي هو سيدنا عبد الله ابن سلام. تاني واحد برضو من الصحابة اللي النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة، وهو الصحابي الجليل ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه. في الصحيحين بحديث أنس رضي الله عنه، وأنا سأذكر لفظ مسلم، لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام فواتح سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما نزلت هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل ثابت ابن قيس ابن شماس مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام افتقده في مجلسه، يعني مبقاش يجي مبقاش يشوفه عليه الصلاة والسلام. فقال: ما شأن ثابت ابن قيس ابن شماس؟ أشتكى؟ شوف برضو يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام عارف مين اللي بيحضر مجلسه ومين اللي تخلف ومين اللي ما جاش ومين اللي يتأخر، بيسأل على أصحابه. احنا دلوقتي انت ممكن راجل، ممكن جارك اللي قصادك أو اللي جنبك أو اللي تحتك متعرفش عنه حاجة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل عن أصحابه كله، يسأل زي ما قلت لك مين اللي عنده ظروف، مين اللي تعبان، مين المريض. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شأن ثابت ابن قيس ابن شماس؟ أشتكى؟ فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، والله إنه لجاري وما علمت له بشكوى. يعني هو جاري بس أنا ما أعرفش أنه تعبان ولا حاجة. والله إنه لجاري وما علمت له بشكوى. المهم سيدنا سعد بن معاذ ذهب إلى ثابت ابن قيس ابن شماس وأخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عنه. فقال ثابت ابن قيس ابن شماس:
قد نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. طب هو ليه ثابت زي ما هو بيقول؟ يعني ليه كان بيعلي صوته مثلا؟ لأن ثابت بن خيس بن شماس هو خطيب الأنصار. خطيب الأنصار، وعادة الخطيب من السنة أنه يرفع صوته وهو بيتكلم أو بيخطب، من دين السنة. في حديث جابر بن سمرة قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب على صوته وأحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. مش أنك أنت تقعد تنايم الناس في الجامعة وأنت بتخطب، لا، واحد يبقى صوته عالي عشان إيه؟ يوقظ الوسنان. المهم، فقال ثابت: فأنا من أهل النار. المهم، سيدنا سعد ابن معاذ رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بمقالة ثابت ابن قيس ابن شماس، إن هو بيقول إن هو كان بيرفع صوته على النبي، إن هو كان بيرفع صوته عليك يا رسول الله، وبيقول إن هو من أهل النار عشان هو كان بيعلي صوته عليك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل هو من أهل الجنة. يبقى ده صك من النبي عليه الصلاة والسلام بأن ثابت ابن قيس ابن شماس رجل من أهل الجنة. دي ثابت ده رجل من أهل الجنة. يبقى زي ما قلت لك، يبقى أول واحد سيدنا عبد الله ابن سلام، تاني واحد سيدنا ثابت ابن قيس ابن شماس، تمام؟ ثالث واحد سيدنا بلال رضي الله عنه. أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال ابن رباح: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته منذ أن أسلمت، فإني سمعت دف قدميك أو دف خفيك في الجنة. بيقولوا أنا سمعت صوت أو دف نعليك في الجنة، فأخبرني بأرجى عمل عملت، إيه أفضل عمل أنت عملته منذ أن أسلمت؟ فقال سيدنا بلال، فقال: والله يا رسول الله، ما من عمل عندي أرجى من أني ما توضأت وضوءا في ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما شاء الله أن أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي أبلغك هذه المنزلة. يبقى سيدنا بلال بن رباح أرجع عمل، زي ما قلت لك، بيقول له أرجع عمل عملته، قال له أنا ما بتوضاش في ليل أو نهار إلا ما بصلي بالوضوء ده ما شاء الله أن أصلي. يعني أصلي بقى 8 ركعات 10 ركعات 20 ركعة، ليه؟ كلها نوافل. يبقى العمل ده أبلغه الجنة. يبقى أول واحد عبد الله بن سلام، عايزين نركز بقى مع بعض. أول واحد عبد الله بن سلام، تاني واحد سيدنا ثابت بن قيس بن شماس، تالت واحد سيدنا بلال بن رباح، رابع واحد سيدنا حارثة ابن النعمان. فقد روى عبد الرزاق وأحمد وابن أبي شيبة وغيرهم وابن حبان، والحديث صححه ابن حبان وصححه الحاكم وصححه الذهبي، أن النبي صلى الله من حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نمت فرأيتني في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: فسمعت صوتا يقرأ القرآن، فقلت: صوت من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أنا نمت
فدخلت الجنة في النوم في النوم تمام، فسمعت صوتا يقرأ القرآن، حد بيقرأ القرآن. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الملائكة صوت من هذا؟ فقالت الملائكة إنه حارثة بن النعمان. ماشي، يبقى ده سيدنا حارثة بن النعمان ده من أهل الجنة. قالوا هذا حارثة بن النعمان. فقال عليه الصلاة والسلام كذلك البر كذلك البر. وكان سيدنا حارثة بن النعمان ده من أبر الناس بأمه، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هما أبر هذه الأمة بآبائهم وأمهاتهم، عثمان بن عفان وحارثة ابن النعمان، دول أبر الناس بأمهاتهم. حارثة بن النعمان ده من بره بأمه بأمه إن هو ما كانش بيستفهمها في شيء تقوله، يعني مثلا أمه بتقول له حاجة ما يقولهاش نعم أو إيه أو بتقول إيه أو أنا مش فاهم، لا أو أنا مش سامع أو الكلام ده، لا 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 خالص. فكانت كان لا يستفهمها شيئا قط. فإذا خرج من لها سأل أصحابه ماذا كانت تقول أمي، أو أمي كانت بتقول إيه، أو كانت تقصد إيه، أو هي أنا ما فهمتش مرادها. ده إيه؟ من بره بأمي. ليه؟ مش عايز إن هو يرد مقولة تقولها أم أو يستفهمها في شيء. تمام؟ هذا هو البر من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. طيب نقول تاني، يبقى أول واحد سيدنا عبد الله بن سلام، تاني واحد ثابت بن قيس بن شماس، ثالث واحد بلال بن رواح، رابع واحد سيدنا حارثة بن النعمان، خامس واحد سيدنا سعد بن معاذ. في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدي إليه جبة سندس، وكان ينهى صلى الله عليه وآله وسلم أمته عن لبس الحرير. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم أعجبتهم هذه الجبة اللي هي من سندس دي، فقال عليه الصلاة والسلام والله أو والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة خير من هذه. مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه الجبة السندس التي أعجبتكم هذه. واضح؟ شوف الصحابة، شوف انظر إلى سعد. سعد هذا كان سيدا شريفا كريما مهابا مطاعا محببا إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وسعد بن معاذ هذا هو صديق الأنصار، وكانت مكانته سعد بن معاذ رضي الله عنه في الأنصار كمكانة أبي بكر في المهاجرين رضي الله عنه. وسعد بن معاذ هذا حكم في بني قريظة بحكم الملك سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. يبقى دول كده كام؟ خمسة. خمسة من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة. أيضا روى الترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. يبقى الحسن والحسين دول سيدا شباب أهل الجنة، ده هذا بمنصوص قوله عليه الصلاة والسلام. يبقى عندنا عبد الله بن سلام، ثابت بن قيس بن شماس، بلال بن رباح، حارثة بن النعمان، سعد بن معاذ، الحسن والحسين. دول زي ما قلت لك الصحابة دول النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة. فيا بشرى ويا لهذه المكرمة
النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم صكا بأنهم من أهل الجنة. وأيضا من الصحابة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة الصحابي الجليل عمرو ابن الجموح. في مسند أحمد وصحيح ابن حبان حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه عمرو بن الجموح في يوم أحد فأراد أن يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد. وكان عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان رجلا أعرج شديد العرج. وطبعا احنا عارفين أن الله عز وجل عذر أمثال هؤلاء الناس اللي هم عندهم عهات أو عندهم ما شبه ذلك. الله عز وجل عذر أمثال هؤلاء في الخروج في الجهاد. قال سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني في الخروج للجهاد. لكن عمرو بن الجموح رضي الله عنه كانت له نفس تواقة، كانت تتوق إلى لقاء الله عز وجل والشهادة في سبيله سبحانه وتعالى. المهم عمرو بن الجموح جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أريد أن أجاهد معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، إنك ممن عذر الله، ممن عذر الله، لأن زي ما قلت لك إن هو كان أعرج. فقال: يا رسول الله، أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. جه أولاده برضو شكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، برضو بيقولوا: يا رسول الله، إن أبانا يريد أن يجاهد وهو ممن عذره الله عز وجل. المهم سيدنا عمرو بن الجموح شكاهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: دعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. وفعلا دارت رحى الحرب، وكان عمرو بن الجموح رضي الله عنه في من قتل، كان عمرو بن الجموح في من قتل رضي الله عنه وأرضاه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والله لقد رأيته في الجنة وهو يطأ بعرجته فيها. يبقى عمرو بن الجموح ده رجل من أهل الجنة، وكما قلت هذا بمنصوص كلامه عليه الصلاة والسلام أنه رجل من أهل الجنة. تمام؟ يبقى عندنا عبد الله بن سلام، ثابت بن قيس بن شماس، بلال بن رباح، حارثة بن النعمان، سعد بن معاذ، الحسن والحسين، والصحابي الجليل سيدنا عمرو ابن الجموح رضي الله عنه وأرضاه. دول زي ما قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة. ومنهم أيضا من الذين بشرهم صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة الصحابي الجليل عكاشة ابن محصن الأسدي رضي الله عنه. والحديث أيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدخل من أمتي 70,000 وجوههم كالقمر ليلة البدر. فالصحابة سألوا: من هم يا رسول الله؟ فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، على ربهم يتوكلون. فمهم قام سيدنا عكاشة ابن محصن الأسدي فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. يبقى ده برضو صك من النبي عليه الصلاة والسلام بأن سيدنا عكاشة ابن محصن الأسدي رجل من أهل الجنة، وهو من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.
فقام رجل آخر من الأنصار فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة. والحديث كما قلت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يبقى دول كلهم الصحابة، دول النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة. قلنا أول واحد سيدنا عبد الله بن سلام، احنا عايزين نركز بقى عشان نعرف الصحابة دول يا اخوانا، دول النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة. وأي مكرمة فوق هذه انك انت تكون تعرف هؤلاء الأخيار الذين وعدهم صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. احنا اخواننا عارفين اخبار كل الفاسقين وكل الفاجرين وكل، يعني عارف كل اخبار كل الفسقة، عارف اخبار المذيعين واخبار الفنانين واخبار اللاعبين، عارف الرجل الفاسق الفلاني ده خد كام في الفيلم الاعلاني، والتاني ده خد كام في المسلسل الاعلاني، وعارف اللعيب ده خد من اتنقل من النادي ده للنادي ده بكام، واللاعب ده عنده كم جول، جاب كم جول، وعنده كم انذار، وعارف الجهاز الطبي والجهاز الفني والجهاز الاداري للنادي، عارف كل دول. طب واصحاب النبي ما يستحقوش منك كده؟ ما يستحقوش منك انك انت تعرف عنهم هذه الاخبار، تعرف عنهم هذه المكارم، تعرف عنهم هذه الفضائل رضي الله عنهم وارضاهم، وعارف برضو اخبار الفاسقين المذيعين، عارف المذيع الفلاني ده بياخد كام في البرنامج الفلاني، وعارف المذيع الفلاني ده برضو ماضي عقد بكام مع القناة العلانية، عارف كل ده. لكن أصحاب النبي هان علينا هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار رضي الله عنهم. الصحابة الكرام أيها السادة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين على رقابهم، فلولا هم ما كان في الأرض مسلم، لولا هم ما كان في الأرض مسلم، ولولا هم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم رضي الله عنهم أرضاهم. فما العز في الإسلام إلا في ظلهم، وما الفخر إلا ما بنوه فشيدوا، أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء هم ساداتنا وهم قاداتنا وهم أسوتنا الذين نعتز بالانتساب إليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نحن نفتخر بأننا ننتسب إلى هؤلاء. فالصحابة الكرام ينبغي علينا أن نعرف شيئا من أخبارهم، شيئا من سيرهم. كل يوم كده تقرأ صفحة عن واحد من هؤلاء، عن هؤلاء الصحابة الأخيار الأبرار رضي الله عنهم، تشوف عملوا إيه، تشوف ضحوا إزاي، كم بذلوا وكم ضحوا لإعلاء كلمة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. والصحابة الكرام كانت أهون شيء عندهم أنفسهم في ذات الله، كان أهون شيء عليهم هي أنفسهم، هانت عليهم أنفسهم في ذات الله عز وجل أنهم يبلغون هذا الدين لكل البلاد ولكل الأسقاع ولكل الأمصار. فالصحابة الكرام بذلوا أرواحهم وبذلوا أنفسهم وبذلوا مهجهم لإعلاء كلمة الله عز وجل سبحانه وبحمده. فمن الوفاء أن نقرأ شيئا عن هؤلاء، أو أن نعرف شيئا من سير هؤلاء، نعرف دول عملوا إيه، نعرف دول ضحوا إزاي، نعرف دول بذلوا قد إيه، عملوا قد إيه عشان الدين ده يوصل لنا بهذه الصورة الكاملة التام الشاملة. هذا الدين أيها السادة الله عز وجل أتمه على النبي، فقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحن لو عند اليهود أو عند النصارى رجل واحد فقط مثل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والله لحملوه على الرؤوس، كما قال أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك لما
آذاه الحجاج ابن يوسف الثقفي غضب وقال: والله لو كنت فتى موسى لحملني اليهود على الرؤوس، كيف وقد خدمت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، 10 سنين يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. فلو عند اليهود كما قلت أو عند النصارى رجل من أمثال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم لحملوه على الرؤوس. انظر أيضا إلى هذه الحصان الرزان خديجة رضي الله عن خديجة، والحديث أيضا في الصحيحين أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، هذه خديجة وهي آتية إليك، فإذا ومعها إناء فيه طعام أو شراب، فأقرئها من ربها السلام ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. يا سلام، انظر إلى هذه البتول، هذه الحصان الرزان أم المؤمنين. والسيدة خديجة رضي الله عنها هي من أمن الناس على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يفتخر بذلك عليه الصلاة والسلام، وكان يذكر شمائلها ومناقبها دوما، يقول: لقد أعطتني حين منع الناس، وآوتني حين طرد الناس، ورزقت منها الولد إذ حرمنيه من سائر النسوة. وكانت هي من أمن الناس على النساء، وكانت تضمد جرح قلبي عليه الصلاة والسلام وتصبره عليه الصلاة والسلام. وهذه من صفات المرأة العاقلة، المرأة الصالحة، أنها تكون عونا لزوجها، تكون عونا لزوجها. الرجل تعبان، عنده مشكلة، عنده حاجة، تضمد هذه الجراح التي تنكأ في جسد الرجل. يبقى زي ما قلنا الصحابة الذين بشرهم صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة: أولا سيدنا عبد الله بن سلام، ثانيا سيدنا ثابت بن قيس بن شماس، بعد كده سيدنا بلال بن رباح، بعد كده سيدنا حارثة بن النعمان، بعد كده سيدنا سعد بن معاذ، بعد كده سيدنا الحسن والحسين، وبعد كده سيدنا عكاشة وعمر بن الجموح، وبعد ذلك السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. يبقى زي ما قلت لك دول صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة. أنا قلت لك دلوقتي دول عشرة كده من الصحابة، تمام؟ وإحنا عندنا العشرة المعروفين بقى، إحنا عندنا العشرة المعروفين اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان علي طلحة الزبير سعد بن وقاص سعيد بن زيد زبير بن العوام طلحة بن عبيد الله. دول العشرة برضو النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم الجنة، ودول المعروفين المشهورين. وزي ما قلت لك النهاردة أنا ذكرت لك 10 آخرون من الذين بشرهم صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كثرة ذكره وشكره وحسن عبادته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيب بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور.